دلوقتي هنروح لتقرير عن مشروع كايرو بايك واللي تم اطلاق المرحله الاولى منه في القاهره امبارح، ودي فكرته الاساسيه زي ما كنا بنتكلم تشجيع الناس على ركوب الدراجات كوسيله للمواصلات في العاصمه عشان نقلل استخدام العربيات والمواصلات العامه، فنقلل الزحمه وكمان نقلل الغازات اللي بتؤدي الى احداث تغيرات في المناخ، واللي طبعا عارفين الزحمه وقت الذروه بتكون عامله ازاي. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. من خلال توجه الدولة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، جاء هذا المشروع كايرو بايك هنا في ميدان التحرير وتحديداً أمام جراج التحرير، لتنطلق مصر نحو الحفاظ على البيئة، خاصة مع استضافة مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم. هذا المشروع كايرو بايك المقام هنا في ميدان التحرير في 500 دراجة مرحلة أولى تصل إلى 250 دراجة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتقليل أيضا الاستخدام لوسائل النقل الجماعية، وبالتالي نتحدث عن وسائل نقل آمنة للبيئة مثل الدراجات. المشروع طبعا اساسا منقسم لجزئين رئيسيين، جزء بالابلكيشن عن طريق الموبايل سيرفيس وتخش عليه وتحجز وتاخد العجله وتمشي من خلال الفيزا كارت بتاعت المستخدم، وجزء تاني للافراد اللي هم ما عندهمش فيزا او ما عندهمش سمارت فون، من خلال اللي عاملين لهم احنا سمارت كارت عشان خاطر يشتغلوا بيه ويعدوه على مكنات الدفع الذاتي البي او اس اللي هي بتفتح لهم العجله ويستخدموها، ولما يروحوا محطه الوصول على ماكينه الدفع الذاتي في محطه الوصول بيمرر الكارت عليها، بيقفل له الرحله وبيحاسبه، بيدوا له ايصال باستهلاكه من الرحله قد ايه والفلوس والتوقيتات الخروج والدخول. الهدف منه ان احنا بنشجع الناس على ركوب الدراجات في الاماكن المزدحمه لتخفيف ان هم يقدروا يركنوا العربياتهم في اقرب اماكن المترو مثلا وكده، وبعد كده ياخدوا العجله، لان هم المحطات بتاعتنا تقريبا في كل الاماكن الاستراتيجيه في وسط البلد قريبه من المواصلات العامه، قريبه من المترو، قريبه من الجامعات. مشروع كايرو بايك هو عبارة عن 500 عجلة موجودين في 45 محطة في نطاق وسط البلد كله، ومعانا الزمالك بيغطوا كمان محطات المترو، بيغطوا أمام بعض الكليات وبعض النوادي الموجودة بشكل عام. المشروع ده اتعمل برعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروع ده يعني هو هيبقى حاجه فيري وايد وبتحافظ على البيئه وبتحافظ على ان البوليوشن يقل، وده من الحاجات اللي احنا عايزين نوصلها لمصر كلها. الرياضه عامه في اي حته بتبقى جميله وبتطلع الطاقه السلبيه اللي جواك، ودي حاجه كويسه جدا ان احنا نمشي برضو عاملين لنا طريق بدل العربيات، احنا على جنب بنمشي وبتاع، والواحد عايز يروح مشوار، عايز يروح في حته. طبعا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان هو كان داعم للفكره دي، وان هو بيدعم الشباب وبيدعم عدم التلوث، اصلا الرياضه بتطلع الطاقه السلبيه وبتطلع ان انت تكون مكبوت كده، فانت تطلع كل حاجه جواك في ان انت تركب العجله، تنزل تتمشى بالعجله وكل ده. لا المشروع جميل طبعا، واليوم جميل وكده، وكفايه بس العجل يعني وسيله تواصل سريع او كده بعيد عن التكدس المروري، وحاجه سهله يعني وصديقه للبيئه، جميله يعني.